الإنسان عبارة عن ثلاثة صور: صورة هي التي يراك الناس فيها، وصورة هي التي تحب أن يراك الناس فيها، والصورة الحقيقية هي التي كيف يراك الله فيها. وهذه الصورة هي التي في داخلك، ربما لا يراها الناس، وربما لا تريد أن يروها الناس، ولكنها هي الحقيقة. سوف تعيش في حياة مليئة بالنكد، بالحزن، بالألم، بالشك، بظروف صعبة جدا، حتى تجتمع هذه الصور الثلاثة. عندما تتطابق هذه الصور الثلاثة تعيش الحياة السعيدة، تعيش إنسان محترم صادق مع نفسك، تنام قرير العين، لا تحزن ولا تتألم. هذا هو الإنسان. إذا أردت أن تكمل، الطريق أمامك، ولكن كما هي الصورة هو العمل. فالذي يعمل لكي يراه الناس كيف يعمل، أو يريد أن يري الناس ما هو عمله، هذا الذي يعمل دائما كما يقال إما بالمراقبة أو بالاستعراض أو بالمراءة. ولكن العمل الحقيقي هو الذي تعمله لكي يكون الله راض عنه، ثم ترضى به أنت نفسك أن هذا هو العمل الصحيح. أناس كثيرة في هذه الحياة أتعبهم هذا التقسيم للصور والتقسيم للأعمال، فتجدهم يعملون هنا بطريقة وأمام الناس بطريقة، وفي الأساس عندما يكونوا لوحدهم يعملوا بطريقة أخرى. فإذا اجتمعت عندك الطرق الثلاث، العمل أمام الناس أو العمل لوحدك بما يرضي الله تعالى سبحانه وتعالى، بما يرضي الله، سوف تعيش أحسن الناس، أحسن الناس دينا وأحسن الناس خلقا. سوف تعيش حالة رضا مع نفسك، لن تحزن ولن تتألم ولن تشعر بالنكد والقهر والحزن والحسد وكل الكلام الفارغ الذي يعيش فيه أناس كثيرة جدا. لماذا؟ لأن الإنسان الصادق مع نفسه، الصادق مع الله سبحانه وتعالى، دائما يعمل بمسألة اسمها الحقوق، أن تؤدي الحقوق. بما أنك حصلت على الأجر عليك أن تؤدي العمل، بما أنه عليك مهمات يجب أن تؤديها وأن تتقن العمل حتى ترضي الله سبحانه وتعالى، لأن هذا حق. ليس القضية من يراقبك من الناس، القضية أن يراقبك الله سبحانه وتعالى وتشعر بأن الله يراقبك، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السؤال عندما سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإحسان، فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.